السلام عليكم اعزائي متابعين شركه الميكار اوتو للسيارات، مساء الخير على الجميع ان شاء الله. اخوان اليوم رجعنا لكم ببث جديد على سيارات الهايلوكس الست سلندر الكت الرياضي الشكل الجديد موديل 2023. طبعا السياره فول مواصفات، والفروقات بينها وبين السيارات الكويتي والسعودي اولا هو الضمان 3 سنوات الشامل العراق مع الوكيل العراق شركه ساس، بالاضافه الى الكوشنات التبريد اللي موجودة فقط تجي بسيارات الساس أو سيارات الجيهان. عندك الكوشنات الأمامية بتدعم خاصية التبريد، أما بالنسبة للكويتي والسعودي ما بهي الميزة. عندك هنا هذا الدقم مال تبريد الكوشنات الأمامية. طبعا بالنسبة لرغبة سيارات الساس بالسوق هو رقم واحد يجيها شركة جيهان، وثانيا عندك شركة الكويتي أو السعودي حسب الخيار، ولكن الفروقات بين الكويتي والسعودي بالإضافة ويا مال الوكالة الساس، السيارة تجي بلادي من الدعامية للدعامية بدون أي إضافات وبدون أي تحويل. ثاني موضوع يعني بالنسبة للويلات بلادي، بالنسبة للدوسات بلادي، اليدات بلادي، بصمة عندك، الملصقات، الحساسات الأمامي الخلفي، كل هذا أخوان يجي بلادي. بالنسبة للكويتي والسعودي هو عبارة عن كماليات خارجية، مثل عندك مثلا الجنح الخلفي، الهوج الخلفي، الشباك الأمامي همينا. بالنسبة إحنا للسيارة مالتنا على حسب الذوق الزبون، يريد الجنح الخلفي نحن نخلي لك الجنح الخلفي، تريد الهوق الخلفي نخلي الهوق الخلفي، تريد الشباك الامامي نخلي الشباك الامامي. هذا الشكل مال 23 الشكل الكت الرياضي. اليوم اكو بالنسبه للاسعار عروض خاصه بالنسبه للاسعار، سعر 4 شدات و18 ورقه وهي رقم تستلم سياره هايلوكس من شركه ساس صافي بدون اي زيادات، يعني تستلم سياره مرقم باسم حضرتك يوم واحد معقد معاملات يسوي لك كل الاجراءات، اللي عليك انت تبصم على موت تصير سياره باسمك ب4 شدات و18 ورقه، تبريد مركزي عندك موجود، طبعا الادوات مال السياره بالنسبه للجكات المثلث كلها تجي تحت المقاعد الخلفيه، طبعا جميع الادوات همينا موجود، عندك اشارات الترحيب مال هايلوكس، اليدات النيكل، جميع الجامات اوتوماتيك، كشوه الباب تجي قماش، وايضا الكوشنات قماش بلادي مخمل. تحكمات التحكم بطي المراية كهربائيا، عندك هنا جميع الجامات اوتوماتيك، تحكمات ستيرن جهتين فول بالكامل، اتصالات، اوامر صوتية، كروس السرعة موجود، شاشة بلادي، كاميرا بلادي مال الوكالة، نظام الباور اللي ينطي قوة للسيارة، نظام الايكو الاقتصادي، شاحن ويرلس، وايضا عندك هنا جير ماوس التحكم بوضعية الدفع، تريد 2H او 4H او 4LLC، نظام قفل الاكسل الخلفي، مانع انزلاق، منفذ كهربائي 12 فولت، شاحن الوايرلس موجود هنا، الدقم مال تبريد الكوشنات، وايضا منفذ USB، وعندك طفايه الحريق المثبته البلادي. هذا الديزاين الداخلي. اخوان بالنسبه للحجوزات تقدر انت تغتنم الفرصه وتحجز سياره بهذا السعر ب4 شدات و18 ورقه ويا الرقم عن طريق الهاتف، تتواصل ويا قسم المبيعات، اذا قررت على هذا السياره وصار من نصيبك تواصل وياهم يتم الحجز. هسه مثلا حاليا هذه السياره الحجز مالتها موجود باسم، نحط لك هنا مكان الحجز، خلاص السياره هذا صار لك 100%. تريد ندزل لك اياها لاي محافظه همينا نقدر ندزل لك اياها بواسطه شركه النقل مع ضمان توصلك السياره بدون شخوط بدون اي شيء سلبي على السياره. بخصوص سيارات الهايلوكس عندنا همينا تك قمارة، جير عادي بنزين، فور ويل، سيارة 4 سلندر 2700 سي سي. هذا التك قمارة اللي عنده شركة نقل، عنده شركة نفط، شركة مواد غذائية، هذا السيارة تفيدك عزيزي. من شركة ساس همينا الشكل الجديد ال 23 بسعر دفترين و95 ورقة ويا الرقم. طبعا بالنسبة للسعر تتواصل وياهم اذا كنت شراي، ان شاء الله قسم المبيعات ما يقصر وياك. عندك شركة مقاولات تفيدك هذه السيارة. هذا كله بلادي همينة. جير عادي بنزين موديل 23 تق قمارة بسعر مناسب. بالنسبة لسيارات التاهو، جميع سيارات التاهو متوفرة. تريد ال اس، تريد ال تي، تريد بريمير. بالنسبة لموديل 23 موجود، وبالنسبة ل 22 البريمير موجود. طبعا السيارات ضمان شركة المنصور 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر، ماكينة وجير وكهربائيات، وبالنسبة للمحركات الحجم كله نفس المحركات 8 سلندر 5300 سي سي. طبعا هذا المرغوب، العلامة السوداء، العلامة السوداء موجودة ومع الضمان موجود، وكل السيارة تجي بلادي مال وكالة. شكرا لك أستاذ أبو سجاد، الموفقية إن شاء الله للجميع.
شركتنا شركة ويكار أوتو أربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. إذا عندكم سؤال أو استفسار اكتبوا لنا بالتعليقات إخوان حتى نجاوبكم على كافة الاستفسارات. تريد سيارة بيكاب تفيدك بالشغل بسعر مناسب سعر زين؟ عندك سيارات المتسوبيشي الميتين ناصي دبل قمارة بيها ضمان 3 سنوات أو 60,000 كيلومتر مكينة وجير وكهربائيات. أستاذ علي وعليكم السلام. تدلل حبيبي أستاذ علي، رح نقول لك الفروقات بين الأوتلاندر الـ 22 الفول والنص فول. بالنسبة للفول مواصفات، عندك السيارة تجي محرك 4 سندر 2500 بتولد قوة حصانية 181. السيارة بيها سلايد ويلات 18 كروم، بصمة للبابين الأماميات وبصمة تشغيل، حتى بالإضافة إلى الكوشنات الأمامية تدعم خاصية التدفئة. عندك هنا هاند بريك كهربائي أوتو هولد، دقم مال تدفئة الكوشنات. عندك شكل للستيرن يصير رياضي بتطعيمات بالبلاستيك باللون الأسود، هذا بصمة التشغيل. المراية الوسطية تجي عاتمة عكس للضوء وفتحة السلايت، وأيضا التبريد المركزي، تبريد مركزي خلفي موجود بسعر دفترين و85 ورقة ويا الرقم. هسه حاليا عروض من شركة ويكار، دفترين و85 صار اكو تخفيض $500 على سيارات الاوتلاندر ال 22، دفترين و85 ورقة تستلم سيارة ياباني اصلي ضمان 3 سنوات ويا الرقم كامل. هذا الفول. خلينا نحكي عن الفروقات بالنسبة للنص مواصفات. اولا كشكل خارجي نفس الشكل، بس عندك بلاجكتورات اماميه ما موجود، فتحه السلايت ما موجود، بصمه للبابين الاماميات همينا ما متوفر، تبريد مركزي ما موجود همينا. عندك هنا مثل ما حكينا الفول مواصفات تجي هنا تطعيمات بلاستيك اسود لميع. السياره تجي هذا سويتش، هذاك يجي بصمه، هاند بريك يدوي، هناك كهربائي، اوتو هولد موجود، وايضا كوشنات اماميه تدفئه بالفول مواصفات. اما بالنسبه للنص مواصفات تجي ما بيها كوشنات تدفئه، والمرايه الوسطيه تجي معات مع عكس الضوء. هي الفروقات بينها وبين النص مواصفات والفول مواصفات بسعر دفترين و70 ورقه ويا الرقم. دفترين و70 ورقه ويا الرقم. أستاذ علي بالنسبة للألوان المتوفرة فقط اللون الأبيض، لون أبيض هو صراحة المرغوب، لون أبيض هو الوحيد الموجود، ولكن بالنسبة للدواخل أو أكو لون قرميدي أكو لون ماروني. بالنسبة لدواخل السيارة أخوان، عنواننا أربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. أي سؤال أو استفسار لا تنسوا تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الأرقام الموجودة بالوصف. وبخصوص سيارات المونتيرو، خلينا ننتقل لسيارات المونتيرو. سيارة مستعمل نظيف 100% ماشي فقط 6000 كيلومتر، موديل 22 الكت الرياضي، ضمان 5 سنوات شامل العراق. بالنسبة للشكل، عندك شباك أمامي أسود، لحاية أمامي خلفي، اللايتات كلها LED، عندك كتات فوق التيارات، وسيارة الدواخل مالتها داخل ماروني. صاحبها معتني بالسيارة هواية صراحة. سعر 3 شدات و75، شاشة دشبول الكتروني، شاشة بلادي، كاميرا خلفية بلادي. بالنسبة للداخل السيارة أعزائي متابعين شركة ويكار أوتو لجار السيارات، شكرا لحسن المتابعة.